كده الدكتور عبد المنعم اكيد طبعا نبدا يعني لا يعني الدكتور عبد المنعم برضه يعني الوزيره معانا فما انت ممكن احنا مش عارفين نسال فحضرتك تسال برضه بيقول لك لا يفتى ملك في المدينه لا يفتى ازاي لا طبعا لا انا عايز اقول ان في قضيتين هامتين احنا اثرناهم ومحتاجين نتحدث فيهم شويه تمام انا اعتقد عندنا قضيه دوليه سياسه دوليه من الطراز الاول اللي هي لها علاقه ب يعني من الذي يستطيع ان يحمل مناخ من الاصل هو الذي يفسده حاليا واحنا بنتكلم صحيح. يعني الدول الصناعيه الكبرى وبالذات النهارده الصين وانا الحقيقه فوجئت ان كوريا الجنوبيه معتبره من الدول الفقيره ده مفاجاه بالنسبه لي يعني انا اعرف ان الصين كده يعني الصين عملت هذا الموضوع على اساس ان عدد سكانها كبير لكن في نفس الوقت الصين لم عشان كده انا افضل دايما الجي دي بي او الناتج المحلي ما يتحسبش بالجانب النومينال لانها بالقوه الشرائيه لان الجي دي بي بتاع الصين يزيد من حوالي 15 تريليون دولار ل 26 تريليون دولار رقم واحد فبالتالي نصيب الفرد هيبقى مختلف دي من ناحيه من الناحيه الثانيه ان ده ملوش علاقه مباشره بفكره قد ايه انت بتلوث المناخ الحقيقه انت قد ايه كم طن كربون بتطلعه الى مناخ الكره الارضيه والصين هي الليدنج في الحكايه دي وبعدها الولايات المتحده الامريكيه. فالقضيه بتاعه التوزيع مش قضيه ال 100 مليار دولار. هي قضيه لو احنا عايزين نعمل كابنج او عمليه وقف للتدهور الحالي في الكوكب ويجب ان احنا برضو نبقى عندنا قدره على الاعتراف بالجميل بدرجه من الدرجات للمسار اللي شارته الإنسانية يعني النهاردة لغاية من 50 سنة كنا بنحتفي بأن في حاجة ثورة صناعية أولى وثورة صناعية تانية بنتكلم عن التالتة والرابعة اللي جاية إلى آخره لا احنا بنتكلم أن كلمة الثورة الصناعية بمسار التنمية اللي مشي على الكوكب كان فيه مشكلة أساسية لم نلحظها ولم نهتم بها إلا مؤخرا دي قضية مهمة أنا أعتقد أنها مهمة تصار في المحافل الدولية وأنه زي ما بيقولوا الصين كان نوت جيت أوت أوف إت يعني أنها لأنها دولة نامية وإحنا دولة نامية وأصدقاء وكل حاجة لكن أما نيجي نتعامل مع هذا الموضوع له علاقة بنمط التنمية المستخدم اللي هو قايم على مسألة استهلاك فظيع للكربون عشان ناخد مسار تاني وده بقى اللي هو القضية التانية المهمة كيف نخلق مسارات جديدة للتنمية لحسن الحظ الثلاث ثورات صناعية الأولانيين كانوا كلهم فيهم محتوى كربوني هائل الثورتين اللي احنا فيهم دلوقتي أنا أعتقد الثورات الرقمية وغيره ابتدت تفتح الباب إلى أنواع جديدة جدا من المنتجات أنواع جديدة جدا في كيف نسير ودي مهمة جدا في المرحلة اللي احنا بنتكلم فيها من تنمية مصر حاليا انه هل النهاردة انا اعمل مصنع سيارات جديد يعني او ان انا ال 15 مصنع اللي هم عندي بيجمعوا كده نخليهم يعني ام ان احنا نخش على طول يعني ان احنا يجب يعني انا اذكر الله يرحمه الدكتور محمد السيد سعيد كان رافع هذا الشعار في التسعينيات ان احنا علينا تجامب في الثورات الصناعيه صحيح. ما تبتديش من اول الستيم انجن والكلام زي كده لغايه اللي جاي المسار اللي مشي بيه الدول الغربيه بالظبط فالقضيه بتاعت مسار التنميه ده مهم وفي الحقيقه يعني انا من المعتقدين من زمان مش من النهارده ان مصر مليئه كل ما تبص هتلاقي ثروات يعني مش بس محميه وادي الجمال احنا عندنا بنتكلم على 81 جزيره غير مأهولة في البحر الاحمر كل واحده منهم ممكن يعني ثروه 155 في مجرى النيل لوحده يعني الجزر لها طريقه معينه في الاستخدام لكن هنا لازم يبقى المنظور البيئي مهم جدا ليس فقط ان هو هيرفع عندنا تكلفه الصحه اللي هي بتيجي نتيجه تلوثات البيئه او سوء التعامل مع المخلفات يعني حتى دلوقتي رغم الطرق الكثيره والكلام ده الساعتين لحد هنا الواحد ممكن يشوف التلوث وهو هيحدث من تكدس عدد من السيارات في مساحه صغيره بتنفث اللي هو الدخان وثاني اكسيد الكربون
أنا بقول إن دول قضيتين مهمين، لأنه إثارة قضية من المسؤول وكيف إنه الدول اللي هو يعني زي ما بقول لك إيه جيت أواي وذ ميردر، يعني إن هم ده لأ، لكن ما حدش يقدر يحاسب، لأن إحنا كلنا أبناء الثورة الصناعية بأشكالها المختلفة، كلنا استفدنا منها. هنا الحساب ليس أخلاقيا، ولكن هو حساب اقتصادي، حساب له علاقة ازاي نعمل. انا رايي حكايه ان يبقى كوريا الجنوبيه موجوده كدوله ناميه ده خطا فاحش وجريمه في حق الانسانيه. صحيح. مش في حاجه، الكوريين ناس مبدعين وصناعاتهم كله، لكن كل حد يعني عليه ان يتحمل جزء من الجزء اللي هو يعني ساهم بيه. ساهم بيه بالظبط. فمن هنا يعني ده قاره زي افريقيا فعلا التلامس لكن برضو فيها إشارات، لأن كتير من الناس المضادين لنظرية إزاي نبص للكوكب كده بيجيبوا وادي الحيتان والحاجات اللي زي كده، اللي هي دللت على أن دي دورات كانت طبيعية بتحدث من غير الثورة الصناعية. يعني وادي الحيتان عبارة عن وادي تجمد عند لحظة زمنية معينة وبقي لينا، اللي هي الظاهرة اللي بتسموها التمثيل، أنه يعني الرمل يعني يتحول إلى حاجة صلبة اللي هي كانت حيتان قديمة موجودة في الصحراء الغربية. ففكرة انه حصل جفاف للكون قبل كده من غير ثورة صناعية، فهل دي ده موضوع صحيح حقيقة علمية ولا دي حقائق اليمين الامريكي اللي جاب ترامب؟ ترامب راح طالع من باريس مدفوعا بهذه الافكار، مدفوعا بهذه الافكار. صحيح. صحيح. ان الموضوع كله هوكس. أنا من المعتقدين أنه يعني ده موضوع، يعني جميع علماء الأرض اللي لهم صفة علمية أجمعوا على هذه الحقيقة، ومن الممكن أن احنا نرصدها بظواهر كثيرة. لكن أيضا من المهم، لأنه ده بمؤثر لغاية دلوقتي في التقاعس بتاع دول العالم في التعامل مع هذه الظاهرة الخطيرة، لأنه يوجد فيها معسكرات، يعني في ولايات كاملة رافضة التطعيم، رافضة موضوع في الولايات المتحدة الأمريكية اللي بيحكمها الجمهوريين. دولة زي هولندا اللي هي دولة تقدمية وغيره، بس ده في موضوع الكورونا وغيره، لكن بتلاقي زيهم في موضوع البيئة والمناخ، وبيأثر على الانتخابات وحاجات من هذا القبيل. فدول قضيتين، شكل التنمية المقبل وشكل التوازن الدولي الجديد، وكيف انه يستطيع يحمل هذه الفكرة الكوكبية. احنا نشهد عصر جديد لم تعرفه البشرية من قبل.